واروح لكابتن محمد. كابتن محمد يمكن مشاركه افريقيه، تجميعه الفريق، سفر محترفين بيجوا قبل البطوله مثلا باسبوع اسبوعين، الكليرنس بتاعتهم، تسجيلهم، اجراءات تسجيلهم سواء في الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي، عقود اللاعبات، لا موال كبير جدا يا كابتن. عايزك تكلمني عنه وتكلمني عن الدور اللي بتلعبه خلف او خارج الملعب. والله بص كابتن حسام، الحمد لله انت عارف النادي الاهلي اصلا هو سيستم اي حد بيدخل جواه بيشتغل وهو مستريح. نعم. يعني مفيش حد مثلا بيبتكر حاجه، هي في سيستم محطوط من اداره النشاط الرياضي مجلس الاداره، كلنا ماشيين في نفس الاتجاه دوت. فبس ومعانا طبعا ناس طبعا تانيه في النادي، جهاز معايا اداري بيشتغل على اعلى مستوى، كلنا كنا ايد واحده من اول يوم، كل حاجه الفرقه كانت بتحتاجها كانت بتحصل تتنفذ، دعم غير عادي من اداره النشاط الرياضي، اي طلب بنقدمه بنجد استجابه ليه. فالامور بالنسبه لنا كانت ماشيه بسلاسه جدا، يعني مش عايز اقول لك مثلا تعبنا والموضوع كان صعب وفي صعوبات واحنا تغلبنا عليها طبعا، اكيد تركيز مليون في الميه ممكن يدفع ثمنها غالي. احنا كنا بنقعد بس في النادي بالساعات، ساعات في اوقات كده كنا نخش النادي مثلا 10 الصبح نطلع منه 11 بالليل. ده طبيعي وكلام من ده، وده شغلنا ودي فرقتنا، بس في النهايه طالما ربنا سبحانه وتعالى كلل بالنجاح فكل حاجه. طب قول لي يا كابتن، من اول ما كابتن محمد عادل زولا يبلغك يقول لك مثلا احنا قد وقع الاختيار على اللعيبه دي المحترفه، طبعا بعد المداولات مع كابتن فريق وبتاع والجهاز الفني بنوصل ان احنا خلاص اللعيبه زي دودو مثلا وغيرها واللي بيجوا المحترفات اللي جم قبل بطولات افريقيا، قال لك اللعيبه دي واداك الكونتراكتس بتاعتها واداك مثلا وكيل اعمالها، معرفش بيبقى ازاي، كلمني ايه اللي بيحصل من اول ما بيتم الاستقرار، عشان ده برضو حته مش متشافه الجمهور للاهلي. تمام. هو بيجهز مثلا بخصوص اللعيبه المحترفين، طبعا بيتكلم عن المحترفين مش اللعيبه المحليين، لا المحترفين، اللعيبه المحترفين خلاص بيحصل مثلا تواصل بين عندنا مثلا دوره النشاط الرياضي مع وكيل اللعيبه، حصل الاتفاق خلاص، ببدا مثلا اخد انا بيانات بقى اللعيبه، بنبدا بقى اجراءاتنا ان هي تسجل. أيوة. عندنا ليها اجراءات معينه. قول لي بقى ان احنا مثلا بنفتح لينك تبع في الاتحاد الدولي، بنفتح لينك للعيبه في الاتحاد الدولي، لينك في الاتحاد الدولي، يعني الاتحاد الدولي في عندكم سيستم اتحاد دولي، في سيستم اتحاد دولي بنفتح لينك عشان البطاقه الدوليه. حلو. اللينك ده انت اللي انت اللي بتعمل له، انت اللي بتكريت اللينك ده؟ لا مش احنا، الاتحاد المصري. انا ما ينفعش اخاطب الاتحاد الدولي، انا بخاطب الاتحاد المصري والاتحاد المصري هو اللي بيخاطب الاتحاد الدولي، بيأكسس على الاتحاد الدولي يفتح لينك للاعب. بالظبط. بعد كده في فلوس معينه، رسوم معينه بتدفع في الاتحاد ولا بتدفع الاتحاد المصري بياخد الاتحاد المصري ليه رسوم، الاتحاد الدولي ليه رسوم، الاتحاد البنت بتلعب فيه بتلعب بقى مثلا بقى في رومانيا في سويسرا في ايا كان، الاتحاد نفسه برضه بياخد فلوس. بعد ما نخلص الاجراءات دي كلها بنبعت بقى طلب البطاقه الدوليه. خلاص طالما عملت الاجراءات دي كلها، هي كلها سيستم وكليكات يعني. نعم. البطاقه الدوليه بتتبعت من الاتحاد الدولي على الاتحاد المصري والاتحاد المصري بيصدرها. الموضوع السايكل دي بتاخد قد ايه يا كابتن؟ يعني مثلا قول 10 ايام. طب حلو. اللاعب لما بيجي انتوا بتقابلوه في المطار، بتعرفوا الرول بتاعته، تذاكره بتبعتها له طبعا، كل حاجه بتعرفوا مكانه فين، وانت بتظبط التذاكر من خلال شركه الاهلي طبعا. طبعا بالظبط. ومعانا برضه زميلنا في اداره المتابعه في النشاط الرياضي كابتن عصام المنيسي، دايما مسؤول هو عن يمكن استقبال اللعيبه، بيجيبهم من على باب الطياره، مش من على باب الطياره. ممتاز. كل حاجه بتخلص مثلا في اسرع وقت ممكن، مفيش في خلال ساعه زي ما تلاقيهم قاعدين في الاوتيل خلاص. طب انا محترف يا كابتن، عايز يلا بينا الموضوع كده، يلا بينا.